بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. بعدما كلف الله تعالى رسوله الكريم سيدنا موسى الكليم عليه السلام بالرسالة، وأيده رب سبحانه وتعالى بالمعجزات الحسية زي معجزة زي العصا، وزي كذلك يد سيدنا موسى التي أدخلها في جيبه وأخرجها بعد ذلك بيضاء شديدة البياض، وأراه ربه سبحانه وتعالى من آياته الكبرى. بعد كل ذلك أمره المولى سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون الذي طغى وتجبر وتكبر. أمره رب سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون لكي يدعوه إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإن يطلق معه كذلك بني إسرائيل ويرسلهم معه. والتكليف الحقيقة بالبلاغ بيستلزم الإعانة والتوفيق، لذا ألهم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام بأن يدعو ربه بهذا الدعاء المبارك. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه الدعوات المباركات سألها سيدنا موسى الكليم عليه السلام، سأل ربه سبحانه وتعالى مستعينا به، طالب العون والمدد لإقدام سيدنا موسى على أمر عظيم وكبير ومخيف، حيث أمره الله تعالى بدعوة أعتى أهل الأرض كفرا وطغيانا وتكبرا وجبروتا وقوة. فرعون الذي ادعى الألوهية كذبا وزورا وافتراء وبهتانا. وبعدين سيدنا موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، وكان سيدنا موسى أمير هذا القصر، فهو يعلم جيدا طبيعة فرعون. ولما كان ذهاب سيدنا موسى إلى فرعون في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت، لأنه ده شيء عظيم، وزي ما قلنا أن سيدنا موسى عليه السلام يعلم جيدا طبيعة فرعون، فكان أنه خافت نفسه وكان فيها نوع من الروع، لأنه عارف المهمة اللي هو داخل عليها. ساعتها سيدنا موسى عليه السلام تلقى التكليف بالاستعانة، فرغب موسى عليه السلام في طلب زوائد الهداية والتوفيق والطمأنينة والسكينة لخطورة وشدة المهمة وصعوبتها اللي هو داخل عليه، عشان تكون الدعوات دي مفاتيح خير وبركة ومعونة لسيدنا موسى عليه السلام. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فموسى عليه السلام دائم الافتقار إلى ألطاف ربه جل جلاله. ليه؟ لأن موسى عليه السلام كان في هذا المقام وفي هذا الحال البهي القدسي يدعوه ويسأله رب اشرح لي صدري، لأن سيدنا موسى كان في صحراء سيناء المباركة يتلقى التكليف بالرسالة، وكانت في آيات ومعجزات وكلم مولاه سبحانه وتعالى. كل هذا التكريم والتشريف لنبي الله موسى عليه السلام لم يذهله أو يجعله ينصرف بقلبه عن دوام الافتقار إلى مولاه وإلى سؤاله المعونة والمدد. فقال رب اشرح لي صدري، لأن الدعاء هو سلاح المؤمن اللي بيستنصر به، الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يستنصر به وكذلك بيستجلب به الخيرات وبيدفع بالدعاء الشرور. والعبد يسأل ربه ويدعوه ملحا في دعائه مفتقرا إلى عطائه، فالله تعالى هو مفيض النعم والبركات والعطايا والمواهب. العبد يسأل ربه
وهو محسن الظن بالله تعالى. فإن الذي يدعو ربه يعطى طلبه على قدر ظنه بربه الكريم، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يعني العبد يدعو ربه وهو يحسن الظن بمولاه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، كما في رواية الإمام مسلم ولفظ كذلك الإمام البخاري: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تلقى سيدنا موسى عليه السلام الأمر الإلهي والتكليف الرباني: اذهب إلى فرعون إنه طغى، تلقاه بأنه سأل الله تعالى الإعانة على ذلك، مش اغتر بأنه في مقام تشريف وأنه يرى الشجرة التي تتقد نورا وأنوارا، وأنه شاف معجزة العصا، وأنه ربنا أيده بمعجزة العصا وبمعجزة يده وبغيره وبغيرها من التأييد الرباني لسيدنا موسى. أبدا لم يذهله ذلك، لم يصرفه ذلك عن المثول مفتقرا بين يدي مولاه سبحانه وتعالى يسأله المعونة والسداد والتوفيق فيما هو مقبل عليه، وقال داعيا ربه: رب اشرح لي صدري. الشرح حقيقة الكلمة إنها تقطيع ظاهر شيء لين زي تشريح اللحم كده، واستعير هنا لإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدر الإنسان أو إنها تقود إلى أنه يتردد في الإقدام على عمل ما تشبيها بتشريح اللحم. ليه التشبيه ده؟ إيه الجامع بين الاتنين؟ الجامع بين الاتنين التوسعة. أنت ما بتيجي تشرح اللحم بتبتدي تفتحها، وأي زوائد أو عوائق بتمنع التشريح ده أنت بتشيلها، جلد، دهون، أي شيء، فتتسع رقعة اللحم الذي تشرحه بين يديه. الجامع بين اللفظين، واستعير هذا اللفظ للسعة وإزالة العوائق، إزالة العوائق من قلب وعقل وفكر الإنسان اللي تمنعه من أنه يقدم على ما ينوي الإقدام عليه. فسأل موسى ربه بأنه رب اشرح لي صدري، بأن ربنا يوسع صدره، يعني يوسع قلبه بالنور وبالإيمان والحكمة والهدوء. لأنه رب اشرح لي صدري، لو القلب انشرح واتسع، لو ارتاح القلب يتنفس صدر الإنسان بهدوء وسعة وسكينة وطمأنينة، يعني ما يكونش مكروب ولا يكون حرجة، وبالتالي هيخلي الإنسان في حالة مودية ومزاجية أو في حالة من المزاج المعتدل الهانئ الطيب، وده بيتبعه أن يحسن العقل التفكير. فده سؤال سأله سيدنا موسى لربه متصل بحالته النفسية، عايز ثبات وهدوء نفسي عشان يقدر يقدم على هذه المهمة بصبر جميل وأنا وخشوع ورباطة جأش، لأنها مهمة مش سهلة. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سأل سيدنا موسى عليه السلام ربه الطمأنينة حتى يتحمل بصبر جميل وبكل ثبات ما كلفه به ربه. سأل موسى ربه الطمأنينة والسكون حتى يتحمل بصبر قوي وبكل ثبات ما كلفه به ربه، فلا تعوقه الأفكار السلبية. لأن إيه اللي بيعوق الإنسان عن النشاط والسعي؟ الأفكار السلبية اللي منها الخوف واللي منها التردد عن الإقدام على المهمات أو على مهمة الرسالة، لأنه مثل هذه الأمور تشوش على
عقله وقلبه، وتعوقه عن تلقي الوحي بكل وعي وفهم. وسيدنا موسى عليه السلام يعلم أنه بمعونة الله تعالى فقط يملك موسى القوة على خطاب فرعون، لأن موعظة فرعون وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر أمر شديد مش هين، لا يحتمل هذا الوضع والحال ولا يقوى عليه إلا من وسع الله صدره وأعانه، يعني كان عونا له ونصيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يسر لي أمري، التيسير جعل الشيء ميسرا، أي ذا يسر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وخالق الأسباب، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. بسأل الله المعونة وبسأل الله التيسير تتيسر، يعني سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك ومرضاتك، بأن تيسر يا مولاي الأسباب لي، فسهل علي القيام بما كلفتني به من تبليغ الرسالة، وأزل يا مولاي العوائق والموانع، وهون علي ما أواجهه من الشدائد والمعاكسات، وأفض علي من القوة والتيسير ما أستطيع به أن أفي بالعمل، وأستطيع كذلك به على نشر رسالتك وإصلاح خلقك. ده معنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ومما نستفيد من هذا الدعاء المبارك الذي ألهم به نبي الله موسى عليه السلام، إن من أهم أسباب شرح الصدور بعد، يعني من أهم الأسباب اللي بتعين الإنسان على إنه ينشرح صدره بعد الإيمان بالله تعالى وتوحيده، إحسان الظن بالله تعالى والتوكل عليه والثقة في قضائه وقدره وخفي لطفه. والمتأمل في سيرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من شرح الله تعالى صدره من غير سؤال منه لما قال سبحانه ممتنا عليه ألم نشرح لك صدرك، يجد أنه عليه الصلاة والسلام قد كان مطمئن القلب هادئ البال حتى في أحلك ظروف وأعنفها وأشدها عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الظروف دي موقف النبي لما كان في الغار مع الصديق رضي الله عنه لما تبعهم المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان موقف شديد وحرج، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكمان من الأسباب المهمة اللي يعني تؤدي إلى انشراح الصدر كثرة الذكر، ذكر الله تعالى، فإن من ضاق صدره وتكدر أمره، وده الناس بتمر به في أوقات وأحيان كثيرة، ذلك الذي يضيق صدره ويتكدر أمره فيرفع إيديه، يرفع أكف الضراعة إلى مولاه ويبث إليه شكواه، وبعدين يذكره مستحضر بقلبه ذكر ربه، يغوص في المعاني بقلبه وعقله ووجدانه وفكره، فإن الله تعالى يفرج عنه ويبدل أحواله من الضيق إلى السعة ومن الحزن إلى الفرح، وكل ذلك على قدر حسن ظن العبد بربه وكثرة ذكره لمولاه ويقينه في عطاء ربه سبحانه وتعالى، ورضا العبد بقضاء الله وقدره، يفرج المولى سبحانه وتعالى الكروب والهموم، لأنه الذي يجيب الدعاء
ويشرح الصدور ويزيل الهموم ويكشف الغموم. لذا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعاء اللي احنا هنقوله نختم بيه، وتشوف ثقة سيدنا رسول الله، يقين النبي في مولاه. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.